إذا للوقوف عند تداعيات الجفاف والتصحر على مستقبل العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير في الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي. أستاذ تحسين، مرحبا بكم. البلاد دخلت مرحلة الجفاف والتصحر، ولكن ما الذي أوصل الأمور إلى هذا المنحنى الصعب في العراق؟ بداية السلام عليكم وتحية لكم ولكل متابعيكم الكرام. شكرا للدعوه الكريمه. شكرا جزيلا والله لكم. حقيقه استاذ، يعني احنا نتكلم ب يعني احباط شديد وحرقه، وخاصه بعد يعني القرار قانون الامن الطارئ الاخير. نعم. واللي كان بعيد كل البعد عن الظروف يعني القاسيه، بانه العراق دخل ضمن 5 دول بالتغيير المناخي، المنعطف الخطر اللي يهدد العراق بحدود 90% تصاحر باراضي، عملية الهجرة، عملية الجفاف، الأزمة العالمية، التوترات الدولية. نعم. الوضع بصورة عامة، رغم يعني مفارقات كبيرة، يعني تلاحظ أنه هناك بالعراق اليوم انتعاش كبير بالإنتاج المحلي، أنا أقصد على إنتاج النفط الخاص العراقي الصدر مرعى. نعم. وموازنة عالية، بنفس الوقت معدلات الفقر تزداد، وتراجع بالخدمات، وتراجع بالمنحة خاصة بالأمن الغذائي اللي يشكل اهتمام العالم بصورة عامة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وإضافة إلى التغيير المناخي واللي شملنا احنا بالضبط، والموسم الرابع اللي دخلنا به على التوالي لانعدام الأمطار وانحسار الظروف الخارجية الأخرى اللي تتمثل بقطع الحصص المائية أو عدم تقاسم الضرر مع العراق. يعني هالمشاكل كلها. أستاذ تحسين، نعم. يعني من يتحمل دخول العراق بالجفاف والتصحر؟ من يتحمل المسؤولية؟ والله يعني هو عادة دائما احنا من نتكلم نحمل الحكومة، لكن تعرف اليوم شكل الحكومة بالعراق مختلف، لذلك نتكلم عن الفاعل السياسي. كون أن الحكومة لا تمثل جهة معينة، هي عبارة عن مجموعة من الأحزاب، إذا هذا الأمر، وهذه من هذه من أحد المسببات من الأخطاء الكبيرة اللي رمت وأصابت جسد المؤسسة العراقية بكل مفاصلها، واللي حقيقة هذا التراجع المستمر. لذلك إحنا ما ممكن، إذا ما نتعالج هذا الخطأ الجوهري، ما ممكن أن يكون حلول بهذا البلد. بالعكس، إحنا نلاحظ دائما الامور تتأزم وطاب اخطر، لكن وصلت الامور في غايه الصعوبه، خاصه احنا اليوم نتكلم عن تهديد، عن مجاعه، نتكلم. نعم. عن هجره، نتكلم يعني مساله التصحر. سيدي الكريم، يعني ملاحظه مهمه جدا، ان الوقايه من التصحر افضل بكثير من معالجه التصحر، كون من الصعب جدا اعاده الاراضي اللي تفقد خواصها الفيزيائيه والكيميائيه والاحيائيه، إضافة أنه اللي راح تتم عملية الهجرة من الصعب تعيد السكان إلى هذا الجانب، ومن الصعب أيضا أنه هذا اللي أيضا ساهمت بنفوق الحيوانات، وهذا هذا الأمر نتكلم عن أمر مفجع حقيقة. أستاذ تحسين، غاية الخطورة. هناك. نعم. هناك من يعني ربما طرح حلا، قال يجب تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50%. هل هذا الحل وارد بمواجهة التصحر والجفاف أستاذ؟ لا، هو بالحقيقة مو طرح حل، إنما انفرض عليه الحل. بالمناسبة مو 50%، احنا نتكلم عن 50% في السنة الأولى من الجفاف. طيب. لكن السنة الثانية تم تقليص الخطة ل 50% على الموسم القبله، إذا نتكلم في حدود 20% من خطتنا الزراعية. لاحظ الخطورة وين؟ احنا إذا نتكلم عن مناطق مروية، احنا كانت الخطه الزراعيه عندما نتكلم فقط عن مفردات البطاقه التموينيه، فقط عن القمح، كنا نحتاج ل بحدود 5,500,000 طن سنويا، ما يقارب نزرع كنا في وقتها بحدود 6 مليون دونم اراضي مرويه و6 مليون دونم اراضي ديميه. الديميه نتيجه انعدام الساقطات فقدناها تماما. المرويه ايضا بسبب انه قطع المياه بصوره تامه والسيطره على المياه بصوره تامه ايضا انخفضت. اذا نفذنا بحدود المليونين، وحقيقه هذه المليونين بدليل ما قدرنا نوصل بالانتاج اكثر من 1,600,000، اذا 1,600,000 سيكون لدينا عجز في الامن الغذائي بماده الطحين. 1,600,000 نتكلم عن 4 شهور فقط. هنا المشكله، هذا يعني هذه المعالجات، وفي ظل ازمه عالميه، صحيح
لربما يتصور البعض أن ارتفاع سعر الدولار أو بالنسبة للتعاش المنتوج المحلي سيسد هذه الثغرة، لكن المشكلة أنه هذا من يتوفر عالميا، يعني احنا نتكلم عن أزمة عالمية. وهذا نلاحظ أنه هذه اليوم كل شغل الشغل اللي شاغل العالم وشاغل المنظمات الدولية أنه الحديث في هذا الجانب وهذا الموضوع، ونحن بعيدين كل البعد. يعني احنا نتكلم اليوم عن حكومة، انتخابات جرت ودخلنا الشهر التاسع ولم تشكل حكومة بالضبط. نتكلم عن يعني حقيقة يعني في أي وصف نصف نتراجع. أنا قلت في ذات حديثي نحن الآن في عملية إحباط، كون نتكلم عن أزمة أخطر من داعش وأخطر من الإرهاب وأخطر من يعني من كل حتى أخطر من الفساد اللي ضرب. احنا طيب أستاذ تحسين، إذا ما تحدثنا عن الحلول، نستثمر وجودكم هنا في بانوراما الرافدين. إذا ما تحدثنا عن الحلول، يعني تحدثت وزارة الموارد المائية عن اللجوء لتدويل قضية العراق في ظل تجاوزات إيران المائية، هذا الإجراء هل سيحل المشكلة برأيكم؟ هذا عندنا يعني اولا هم نرمي دائما بكل المسببات على الدول الجوار، تركيا وايران. صحيح نعم تعمدت، وهناك ضرر وهناك قطع تام وهناك اجحاف وهناك تعسف وهناك خرق للمعاهدات الدوليه، هذا كله موجود صحيح. لكن ايضا بنفس الوقت احنا بالنسبه ان ما تعاملنا مع الازمه بالشكل الصحيح، ما طورنا وسائل العيش، ما استخدمنا التقنيات والمنظومات الحديثة لحد هذه اللحظة، ما استخدمنا الخزين الاستراتيجي من المياه الجوفية اللي على مدى طبقتين نعالج هذه الأزمة العالمية، ما استخدمنا المنظومات الري، ما استخدمنا المشاريع المغلقة، ما استخدمنا، لا نزال لدينا سوء استخدام بعملية المياه، لا يزال نعيش في زمن من انه الوفرة، يعني لحد الآن نتوقع انه لا يمكن انه هذا النهر يبقى ممتلئ. وهذه حقيقة يجب ان نكون اليوم في مصارحة. نحن سابقا كنا نتكلم عن رافدين، اليوم نتكلم عن قنوات مروضة، نتكلم عن جفاف تام. يعني هذا امر واقع صحيح، قلت توجد بدائل لدينا لكن مدى نستخدمها. احنا شو كنت نستخدم هذه البدائل؟ يوم نفقد اراضينا، بعد يوم نوصل مسألة التصحر. انا قلت يمكن في حديث سابق ومن خلال عدة قنوات وقناتكم الكريمة انه عملية ايقاف التصحر عملية معقدة، عملية تمدد الصحراء صعبة جدا. يعني يجب أن حتى المواطن أستاذ تحسين يجب تمدد أن يفكر جيد. تمدد الأراضي الصحراوية، هل هو الكثبان الرملية التي باتت تحاصر المدن، هل هو بسبب عدم السياج العشبي أو السياج الشجري الذي تسبب بذلك، أم أن هناك أسباب أخرى؟ أنا أكيد أسباب أخرى. يعني إحنا نتكلم اليوم بالدرجة الأساس اللي كان اللي يمنع فقدان حبيبات التربة هي المراعي الطبيعية. يعني بعد ما فقدنا المراعي الطبيعية اللي تحافظ على تماسك التربة، هذا العنصر المهم جدا، هذا جانب. أما بالنسبة اللي تقصد للأشجة ومصدات الرياح، هذه اللي تكون على أكيد هذه أيضا اللي تكون الجانب الثاني. وهذه ما كان من يعني مو من الصعوبة إنه إنشائها. وبالنسبة لمصدات الرياح ممكن أيضا إنشاء، يعني نتكلم عن نباتات أولا تكون ذات مردود اقتصادي وبنفس الوقت تتحمل نسبة عالية من العطش، بعض منها يتحمل أكثر لمدة عام، وهذا ما معمول به عالميا. لكن مشروع الغابات حتى بالمناسبة العراق دخل 2008 ضمن العالمية. نعم أستاذ تحسين. وأيضا في وقتها دخل في الخطة العشرية إنه 2018 إنه العراق ينفذ 11 مشروع إنه مسألة ال 11 مشروع بالغابات العراقية، وكان أيضا دعم من منظمة البيئة العالمية المرفق الدولي بحدود 175 مليون دولار رصد لهذا المشروع وما تنفذ ولا أجر لحد. نعم أستاذ يعني تحسين، أني أشكرك من بغداد، الخبير في الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي، شكرا جزيلا لكم.